وده يمضي ويمضي عشان يبقى 50 عشان يساعد الامن. واخد بالك، انا سعيد جدا اللي حصل مع الالتراس قال النهارده انه منع من دخول النادي، شغل البلطجه انتهى خلاص، مفيش بلطجه. انا كلموني في التليفون استاذ مرتضى مفيش جمهوريه، احضر حاضر شكرا، انا راجل دوله حاضر، مش حاضر عشان خايف منهم، مش حاضر عشان، بالعكس انا اكتر واحد بنتقد الدوله، واخر واحد احمد زكي باد لسه منتقده امبارح وزير التنميه المحليه وهدانا ننتقده، ما عنديش مشكله، لكن انا راجل دوله، لما الامن والدوله تحس ان في جمهور هيخش، مش جمهور لا اسف، عيال بلطجيه هيخش ويعملوا شغب قبل المباراه، لا ما دخلهمش، ودول اللي دول لا الوايت نايز جمهور ولا الالتراس جمهور، دول مجموعه بلطجيه هنا وهنا، ولازم نتصدى لهم ونقف زي ما الدوله واقفه دلوقتي، عايزين رؤساء الانديه يقفوا. واحنا الحمد لله، يمكن سيف عارف، سيف عارف ان احنا عملنا استمارات خلاص اتوزعت على الانديه، مفيش مخلوق هيخش ماتش الا اذا كان عضو جمعيه عموميه، وبعدين بنطلعوا دلوقتي بنطبع كارنيهات للجمهور، بالكارنيه دول مع كارنيه النادي مع التذكره لو فيه بفلوس او مع دعوه لو مجانا يخش بيها الماتش. بالنسبه للماتش بتاع يوم الاثنين، دول الولاد رجاله كلهم على اعلى مستوى، كلهم عارفين قيمه الزمالك، قيمه النادي اللي بيلعبوه اللي هو النادي الاهلي. التريقه اللي على المواقع بقى وسموحه كويس سموحه تلعب عشان نغلبكم، ربنا ما يحبش الافتراء. وبعدين انا بطمن جمهور الزمالك، مفيش جامايكا ان شاء الله، راجل لراجل باذن الله، باذن الله ان شاء الله، والماتش يطلع. والله الزمالك كسب، ده نادي كبير والكاس عنده ويحتفظ بيه. الزمالك كسب، والله ده نادي كبير واخد درع الدوري البطوله الكبيره. لا قدر الله ولا اتمنى طبعا فريق يكسب. لا الاهلي كسب، ده نادي كبير ما عنديش مشكله، هو النادي الاهلي ده انا صغير واخد بالك، نادي كبير، وانا ضمنت العب السوبر طبيعي كده او كده، فكام ده هتقلل الولاد؟ قلت لهم عايز 90 دقيقه رجاله من غير عنف، حتى لو في لاعب في النادي الاهلي زي حسين السيد ما هو ضرب قبل كده وتف على المدرب بتاع الماتش اللي فات ده، بس هم طنشوا الاعلام الاحمر للاسف، طنش ده تف وقعد يقول بغبغه تمام. حتى لو حصل ده من لاعب وعمل دون، اوعى تبادله عنف بعنف، اوعى تبادله عنف بعنف. انا عايز الماتش العالم كله بيتفرج على الديربي بتاع الوطن العربي كله، ويمكن في افريقيا الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي، عايزه يتفرج على يستمتع ب 22 لاعب في الملعب وسته لاعبين لو في تغيير، ويستمتع بمدربين بيكاتشينو.